حاليا بسينما الكوليزي بشارع الحمراء ببيروت. هيدي السينما اللي تعتبر واحدة من أقدم دور العرض اللي كانت موجودة بشارع الحمراء. فبمبادرة من جمعية طيور الفنون عم بيحاولوا المتطوعين اليوم يعيدوا تأهيلها لترجع تكون مساحة حرة مستقلة مجانية للناس ونأسس المسرح الوطني المجاني ببيروت. هيدا الحلم بالنسبة لنا بلش بسور وبالنبطية وانتقل على طرابلس من خلال إعادة تأهيل السينمات المغفلة وتحويلها لمساحات مستقلة للناس. بالنسبة لنا الفن هو حق للجميع والفن بيجمعنا، لهيك نحن عم نحافظ على هيدي الأبنية التاريخية اللي هي ذاكرة للبنان ولبيروت ولكل المناطق. فإن شاء الله بتشهد هيدي السينما ورش تدريبية ومهرجانات بيجوا فنانين من كل العالم على لبنان على بيروت لترجع بيروت تكون دايما هي سويسرا الشرق. فنحن بنؤمن انه بالتضامن الثقافي قادرين نغير وجه لبنان وقادرين نعزز اللامركزية الثقافية ونقدر نكون عم نحقق مبدأ الفن حق للجميع. فشرفونا على سينما الكوليزي على المسرح الوطني اللبناني ببيروت قريبا لترجع هيدي السينما تضوي ويرجع النور لها، ترجع الجمهور يتذكر الذاكرة التاريخية ويتذكر الأرشيف وتاريخ بيروت العظيم. لبنان هيدا الوطن رغم كل الأزمات إلا أنه لبنان واقف على إجراء بفضل الشباب وبفضل المبادرات اللي ممكن تغير لبنان للأفضل، على أمل إن شاء الله الأفضل للبنان ولمنطقتنا العربية بعودة سينما الكوليزي. بالنسبة لنا هذا حلم كبير إن شاء الله بيتحقق بفضل كل الناس اللي مؤمنين بهذا المشروع وفضل كل المتطوعين اللي عم يتشاركوا معنا هيدا الرحلة من سور إلى النبطية إلى طرابلس إلى بيروت لكل مناطقنا اللبنانية. إن شاء الله الفن بعم كل المناطق.